كتير ما يجي لي مسجات كده على الواتساب يعني والموبايل، صرخات كده من ناس كتير مقفولة من كل ناحية، مقفولة بقالها سنة، مقفولة بقالها سنين، ربنا ما بيسمعش، ربنا فين؟ طب ليه ما بتتحلش؟ طب ليه ما فيش أمل؟ طب ليه مش ما فيش طاقة نور؟ طب هو أنا عملت إيه غلط؟ طب أنا ما عنديش مانع يقول لي الغلط فين وأنا أصلح. بتحس فعلا بالشعور بتاع يعني إيه الأبواب مقفولة كده، لأنه شعور صعب فعلا، شعور قاسي إن الواحد يكون حابس نفسه بنفسه جوه سجن من الخوف والقلق والغيظ والزعل والنكد والهم. طبعا ساعات بيبقى معناه ما فيش استجابة. أصعب ما في الأمر إنه بيقول يا رب طب ريحني، ما بيريحنيش. طب نسيني الموضوع، ما بنساوش. طب هات اللي أنا قلته، ما بيجيبش. طب هات حاجة غيره، ما بتجيش. طب أنا تعبت، طب أنا زهقت. ساعات بيبقى ما فيش حتى التشجيع من حد، يعني تيجي تتكلم مع حد تلاقي الناس بتبص لك مالك، من الناس كلها عايشة، فتلاقي نفسك مش قادر تشكي. ليه؟ لأنه هو حقيقي من بره ما فيش حاجة زيادة قوي يعني، بس من جوه تعب خالص، من جوه مقفلة جدا، لكن من بره ما كل الناس عندها همها يعني. يعني هو حد لاقي صحة قوي، ولا حد لاقي جواز قوي، ولا حد لاقي شغل كويس قوي، ولا فكل الناس تيجي تشكي تحس انك مالكش عين تشكي. فطبيعي مش مستني اللي يشجعك، لانه شكلك هتقول كلام هيبصولك من فوق لتحت كأنك مش طبيعي يعني، انت اللي مزودها. الأبواب مغلقة هي فرصة تكفر بذاتك. يعني إيه؟ أصعب حاجة في الحياة الروحية اللي اسمها الذات دي، الأنا دي، صنم فظيع ما بيتكسرش بالسهل أبدا. ممكن الفلوس تقع، ممكن الشهوات الجسدية تقع، لكن صنم الذات ده ما بيقعش بالسهل أبدا. فالأبواب المغلقة دي أول حاجة بتحرقها مع حرقة الأعصاب حرقة الذات، ان انت زي اللي بتكفر بنفسك. اي اعجاب بالنفس ولا ثقة بالنفس ولا رضا على النفس ولا تعاجب ولا افتخار بيتحطم تماما، بيقع على الارض خالص، بتبقى متسوي انت والارض كده، بتكسر كبريائك فعلا، بتديك فرصة لاول تطويب انت نسيه يدخل السماء. طوبى لايه؟ للمساكين بالروح. مسكين بالروح ده واحد دخل ربنا زيرو، شحات، ما عندوش ولا حاجة عدلة، شايف نفسه أسوأ واحد في الدنيا. كلكم بتصلي، لكن المرات اللي صليته بصرخة من القلب معدودة على الصوابع، وغالبا كانت مرتبطة بظروف زي كده. لما تحس انك انت مكبول ايدك وقدامك حد غالي هيروح منك مثلا، أو مشكلة معقدة تماما مفيش أي أمل، خلاص ما عندكش غير تصرخ. تصرخ زي يونان من جوف الحوت كده، أبواب مقفولة. وربنا عاوز الحتة دي، لأن هي الحتة دي أكتر حتة هتغير في قلبك وعقلك. يوم ما توصل إلى صرخة من أعماقك، من الأعماق صرخت إليك يا رب، كل ليلة نقولها وإحنا بنتوب. أعماق إيه؟ ده مش طالعة من عمق زورك. أعماق إيه؟ الأعماق صرخت إليك يا رب استجب صلاتي، تكون أذنك اسمع. إيه ربنا؟ مفيش صرخات، بس أول واحد يقوله. فالمسيح ظهر جوه الأبواب المغلقة، ما فتحش. هو دخل فجأة وقال لك نظام، عارفين زي إيه؟ ممكن أعرف متضايق ليه؟ فتقول كلام أنت نفسك لما تفكر فيه، هو أنا عبيط؟ فعلا وانت بتقوله تحس هو انا ليه عامل كده؟ ما ربنا بيحبني، ما السماء مستنياني، ما انا جوايا الروح القدس، ما الغفران ديته سامحني، هو انا ليه عامل كده؟ ما كل حاجه ليها حل، ما الوعود عمرها ما خيبت. تبص تلاقي هو انا ليه عامل في روحي كده صحيح؟ ما انا اللي قافلها. فلما تشوف المسيح منور ومبتسم يقول لك سلام لكم، يعني فوقوا شويه، فوق شوية، الموضوع أبسط من كده. الأبواب المغلقة بداية الأبواب المفتوحة. ساعات تقفل قوي أحبائي،
وبعدين يتفتح لك باب عظيم، يتفتح لك باب عظيم. داود قعد مقفولة في وشه زي 15 سنة هربان، قال على نفسه أنا زي الفأر، زي الحجل كده، زي الحيوانات البرية اللي في الجبال. قال على نفسه مرة برغوت من كتر صغر النفس، ما عايش مع البراغيث والفيران طول النهار في الجبال. 15 سنة قفل، إنما فتحت على الرابع، فتحت بقى أعظم ملك في تاريخ مملكة اليهود، بقى شبيه بالمسيح، بقى جد المسيح بعد الأبواب المغلقة قوي دي. يونان قفلت قفلة سودة جوه الحوت، بس فتحت على خلاص شعب، وعلى سفر في الكتاب، وعلى المسيح اللي بيستشهد بيونان. الأبواب مغلقة لازم هتفتح. اللي احنا بننساه بقى ان مهما طولت الحكاية لازم هيجي لها وقت تفتح، لازم القبر هيتفتح والأبواب دي هتتفتح. القصة اللي بنقراها في الإنجيل هي قصة حياتنا كلنا، مفيش مشكلة بدون حل، مفيش أزمة بدون نهاية، مفيش وجع بدون راحة، مفيش موت بلا قيامة. خلاص هي ملهاش حل غير كده، هتتفتح هتتفتح. صدقني بعد كده لما ترجع تستعيد ذكريات الأبواب المقفولة والأيام الحزينة وأيام الفشل وأيام السقوط تكتشف أن هي دي الرصيد الحقيقي لبركات كبيرة. هي دي الأيام اللي علمتك الصبر، هي دي الأيام اللي علمتك الصلاة، هي دي الفترة اللي طلعت بيها بحكمة وطلعت بيها بحب. الحب استوى جوه في النار اللي جوه دي، الحب استوى، استوى لربنا واستوى للناس. كان واحد فيهم بيقول له بس يا رب لو ترجع لنا تاني صدقني أعمل كل اللي بتحبه. فرجع المسيح فقال له خلاص وانا عندي كلمتي، هعمل لك كل اللي كان نفسك فيه يا رب.